ليس للخشب أسرار للأخوين أنوسكا وأولادهم. هم 20 رجلا في هذه العائلة توارثوا حرفة الخشب أبا عن جد، إذ أنها تقليد قديم في منطقة ميرونيتسا الواقعة في شمال شرق رومانيا. إن كان نسج الأغصان لصنع سلة فواكه أو تحويل قطعة خشب إلى ملعقة خبرات يفخرون بها والتي بفضلها يوفرون القوت لعائلاتهم، ولكنها أيضا ترمز لهويتهم الغجر. إذا قيل لي أنت حرفي ماهر لن أشعر بفخر كبير، ولكن ما يجعلني فخورا هو العمل، العمل مع بعضنا وبيع منتوجاتنا. أقول لنفسي أنني فخور عندما أحقق شيئا مع أبنائي وأن نربح منه المال، عندها أكون سعيدا. عائلة أنوسكا تحظى بمساعدة شركة استشارية يمولها الاتحاد الأوروبي. الهدف هو الحفاظ على الحرف التقليدية للروم الغجر، إذ أنها في خطر. فاليوم حكمت قوانين الأسواق والإنتاج الضخم على النساجين والحدادين والنجارين بالزوال. معظم مشاريع مساعدة الروم تخص الوظائف التي تطلبها السوق، المخابز والحراسة وغيرها، لا الحرف التقليدية. وهذا ما يميز مشروعنا، أي أنه يحاول ضمان استمرارية لهذه الحرف. كما يشمل المشروع ورش سفر تتيح للجمهور اكتشاف الحرفيين الغجر في العمل، ما يلقي نظرة مختلفة من شأنها تغيير العقليات ويسلط الأضواء على خبرات متوارثة منذ القدم. لقد عشت لحظات عاد خلالها زوجاني بعد 25 عاما من الزواج طالبين مني إعادة صنع خاتميهما، ولكن من الذهب هذه المرة. ما فعلت؟ وأراني الخواتم التي صنعتها قبل 25 عاما. وعلى الرغم من هذا تظل حالة هؤلاء الرجال استثنائية. اليوم ثلث الروم الغجر فقط في سن العمل يملكون وظائف ثابتة في رومانيا.